اتهموا الشيعة بأن للشيعة قرآن ثاني، ويشهد الله هذا الخبر كذب. شيعة أمير المؤمنين عليه السلام تمسكوا بكتاب الله الذي أمر به رسول الله، والكتاب هو الكتاب المنزل الذي الآن بين أيدي جميع المسلمين في العالم. وبعدين يا أخي تعال على أرض الواقع، أنتوا جيبوا لي هذا القرآن المطبوع غير كتاب القرآن المعروف بين أيدي المسلمين، جيبوا لي نسخة من عنده في أي مسجد في أي حسينية من بلاد الشيعة على الكرة الأرضية. أتحدى واحد يجيب لقرآن مخالف للقرآن اللي مطبوع في مصر أو السعودية أو في بلاد أخرى في بلاد الإسلام. شوف هذا مو من الأخلاق أن واحد يجي يقعد في مقام مسؤول أو في فضائية ويعلن أن الروافض لهم قرآن ثاني، كذب.